اوكي اصدقائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور ديالكم طيبه وفي احسن الاحوال. استثناء هذا اللايف هذا ما ديروش يعني في السبوره كيف العاده، كنعتذر. المهم الاصدقاء اللي غادي يدخلوا دابا ربما غادي يشوفوا الورقه غيقولوا يعني كيفاش اللايف يعني عفوا ما خدامينش في السبوره لانني بعيد على الدار، لهذا حاولت نديروا لكم هكا يعني على الورقه. المهم كيف العاده نحاولوا نتسناو فقط الاصدقاء يدخلوا، ومن بعد غادي نبداو ان شاء الله اللايف ديالنا كيف العاده. المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم طيبه. الا كنتو كتسمعوا الصوت ديالي عفاكم قولوا لي مسموع. كيف العاده على ما يدخل الاصدقاء ديالنا ونحاولوا نبداو ان شاء الله اللايف ديالنا عادي جدا كيف العاده. وعليكم السلام ورحمه الله. المهم كنعتذر لانني كنخدم بالورقه اليوم لانني بعيد على الدار. اوكي كما قلت لكم انا بعيد على الدار، داكشي علاش درت الورقه. اوكي دونك هنا كما قلت اسف انا بعيد عني المنزل. اوكي اسف انا بعيد عن المنزل، دونك هادشي علاش ما بغيتش نخليكم يعني بلا لايف، كنعتذر. اوكي المهم الا كان الصوره واضحه والصوت واضح قولوا لي الله يجازيكم بخير. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اجمعين. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي سعد الرزاق، كنعتذر سعد الرزاق اف ال حيت خويا كيخرج من الخدمه مزروب، وكنعتذر اخويا راه المشكل الوقت اللايف والله العظيم الا ما كرهتش نديروا لكم معك سودونس مع العشره، ولكن الاشكال اللي كاين هو انه كنخدموا معطلين يعني كنتعطلوا ملي كنديروا مع 9 دونس ولا مع 10 عفوا كنتعطلوا كنبقى حتى ل 11 ل 11 ونص وفي الصباح الغد ليه كتصبح ناعس، دونك صعيب عليك انك عفوا تخدم حتى لذاك الوقت، داكشي علاش السي عبد الرزاق كنديروا اللايف في هذا الوقت هذا. المهم انا كنعتذر ما عنديش السبوره كما قلت لكم. الا كنتو هذا كتسمعوني قولوا لي اه مسموع باش نبدا، وكان الا كان كتبان لكم الورقه مزيان قولوا لي اه. اوكي واضح مزيان. وعليكم السلام ورحمه الله. اوكي مزيان سافون. اوكي جود اف تري بيان. دونك الا كنتو واجدين قولوا لي واجدين وشويه تفاعلوا الله يرضي عليكم. اوكي وعليكم السلام ورحمه الله. الا كنتو واجدين قولوا لي واجدين عفاكم. وعليكم السلام عزيزه. اوكي ام اسماعيل لطيفه مسموع واضح. الا كنتوا واجدين قولوا لي واجدين باش نبداو. الا كنتوا واجدين قولوا لي واجدين عفاكم باش نبداو. دونك الا كنتوا واجدين قولوا لي واجدين. اوكي تري بيان. مرحبا مرحبا اللهم يسر اللهم يسر واجدين. دونك ما غاديش نشوف التعليق ديالكم لانني غادي نخدم، ما غاديش نشوف التعليق ديالكم عفاكم، غير صبروا معايا ما غنشوفش التعليق. دونك غادي نبدا. اوكي تري بيان مزيان. اوكي مسموع واضح. كنعتذر الاصدقاء اللي غيعاودوا يشوفوا اللايف يعني في اليوتيوب ولا غيعاودوا يشوفوا عاوتاني مسجل، انا كنخدم هكا بالبيبر اليوم يعني حصريا لدار يعني لظروف معينه. اوكي تري بيان مزيان. دونك واجدين. اوكي سير الله اللهم يسر. اوكي الدرس ديالنا ديال اليوم، الدرس ديالنا ديال اليوم باش نتفاهموا مزيان. دونك انا نحيي التعاليق عفاكم، واخا ماشي مشكل غادي نحيي التعاليق ما غنشوفهمش باش نتفاهموا مزيان. اوكي واجدين. اذا الدرس ديالنا ديال اليوم هو تيلين ا ستوري، تيلين ا ستوري. دونك شنو هي تيلين؟ تيلين ا ستوري هي كيفاش انك كتعاود واحد القصه. دونك تيلين ا ستوري هي يعني اولا رايتين، تقدر تقول تيلين اولا تقدر تقول رايتين. اوكي رايتين ا ستوري يعني كتابه قصه، يعني هنا غادي نقولوا كتابه عفوا قصه، كتابه قصه. كيفاش تكتب قصه في اللغه الانجليزيه؟ دابا شوف نساو لي البكالوريا نساو لي كلشي غير تبعوا معايا الله يجزيكم بخير، ما تكومونتيو ما والو، ركزوا معايا في هادشي اللي غنقول لانه مهم بزاف باش نتفاهموا مزيان.
اوكي وعليكم السلام. انا ما غنشوفش التعاليق ديالكم كما كنقول. اذا كيفيه كتابه قصه، يعني كيفاش تكتب قصه في اللغه الانجليزيه. اولا حنا قبل ما اننا نهضروا كاع على قصه ولا نهضروا مثلا على البكالوريا ولا نهضروا على شي حاجه عندها علاقه بكيفاش تكتب قصه، رانا نهضروا بيناتنا بالعربيه شنو هي قصه. يعني ملي كنهضروا حنا على قصه قصيره، ماشي انت غتكتب لي قصه مثلا فيها دو شابيتر تخوا شابيتر، غتكتب فقط واحد الباراغراف صغيره على شي قصه معينه وقعت. هذه هي القصه اللي اش كندويو. اذا حنا اول حاجه ملي غنهضروا على القصه غادي نهضروا على مكونات القصه، اوكي، اولا كيف تكتب قصه. كيف تكتب قصه، شوف معايا مزيان، اوكي، غنقولوا هنا كيفاش، كيفاش تكتب قصه. كيفاش تكتب قصه، اول حاجه ملي كنبغيو نهضروا على قصه خصنا نعرفوا شنو هما مكونات القصه او المكونات الاساسيه للقصه. يعني ما هي المكونات الأساسية للقصة؟ سمحوا لي الخط ديالي بالعربية عافاكم. للقصة شنو المكونات؟ أول حاجة حنا ملي كنهضروا على القصة شنو كنقولوا؟ تنطرحوا أسئلة، تنطرحوا أسئلة. هاد الأسئلة هادو مهمين، يعني هاو، شوفوا معايا مزيان عافاكم، هاو، عفوا، هاو تو رايت، هاو تو رايت ا ستوري، how to write a story، كيف تكتب قصة، كيف تكتب قصة. أول حاجة كنطرحوا واحد السؤال ديال ماذا وقع، ماذا وقع، شنو هي ماذا وقع؟ ماذا وقع يعني what happened، what happened. هاد what happened اش كنعني بها؟ ماذا وقع؟ شوف دابا خليو لي الباك، غير ركزوا معايا الله يجزيكم بخير وغتفهموا مزيان شنو هي القصه. ركزوا معايا، هاو تو رايت ا ستوري، كيف تكتب قصه. اول حاجه كنطرحوا هذا السؤال ديال وات هابند، ماذا وقع، وات هابند، ماذا وقع، وكنقولوا اين وقع. ملي تنقولوا اين وقع، السؤال الثاني اللي كنطرحوا باش اننا نجاوبوا عليه في كتابتنا القصه كنقولوا اين وقع. شنو هي اين وقع؟ where happened، where happened، اوكي، where happened. شنو كتعني هذه where happened؟ اين وقع. شنو هو اين وقع؟ عفوا، هو الحدث، فين وقع هذاك الحدث، المكان الوقوع ديالو، فين بلاصه وقعت هذه القصه هذه. صافي، مزيان مزيان. الحاجه الثالثه اللي خصنا نسولو عليها ملي كنبغيو نكتبوا القصه ديالنا تنقولوا يعني الوقت، when happened، when happened. شنو هي when happened؟ هي متى وقع. راه اقسم بالله الا هادشي مهم بزاف بزاف بزاف، غادي تستافدوا منه بواحد الدرجه كبيره. when happened، واش متبين معايا عافاكم؟ الصوت مسموع، قولوا لي الله يجزيكم بخير الا كان داكشي باين، قولوا لي اه. لا خلي دابا شخصيات الزمان المكان، برافو عليك سي ربيع، كنحييك. اوكي عماد، الا كان هادشي دابا لحد الان مفهوم قولوا لي مفهوم، راني محيد التعليقات ما كنشوف التعليقات. سي ربيع تحياتي لك، الا كان مفهوم قولوا لي مفهوم، راني ما تنشوفش التعليقات ديالكم الخوت. الله يجزيكم بخير. واش متبين معايا؟ الصوره واضحه، الكتابه واضحه، صوتي واضح، باش نشرح بواحد الحريه وما بقاش كنخمم في التعليقات ولا كنخمم واش كتسمعوني واش كتشوفوني. واش هادشي لحد الان غادي مزيان؟ متبين معايا مزيان؟ اوكي الله يعطيكم الصحة، اوكي اه باين. دابا غادي نرجع باش ما نشوف التعليقات. مزيان؟ مزيان؟ اوكي تخي بيان، سي بون. شوف معايا مزيان، دابا ما تسبقوش الأحداث، دابا أنا غنحيد البكالوريا من دماغي، ديروا لي خاطر الله يجازيكم بخير، لا اللي غيشوفوني دابا في اليوتيوب، لا اللي غادي يكونوا كيعاودوا اللايف، لا اللي كيحاضرين دابا معايا. دابا نساو لي الأسئلة، ما تبقاوش تسبقوني، سيروا معايا ضربة ضربة، نسى لي امتحان الباك، أنا بغيت نعطيك واحد الأمور اللي غادي تستافد منها مزيان مزيان مزيان. دونك حنا كنشوفوا الامور النظريه. انا ملي تنقول كيف تكتبوا قصه، راه ماشي انت غتكتب لي قصه فيها جوج ديال لي شابيتر تخوا ولا تكتب لي اربعه ديال الورقات، راه غير واحد الباراغراف صغيره ولا جوج باراغرافات، ولكن خصو يكون فيها هاد الامور. دابا حنا ما نفكروش كيفاش غنكتبوها وشنو غنكتبوا فيها، نمشيو بعدا بالتسلسل ديال شنو هما الامور يعني الاليمنت، هادو كيتسموا لي زاليمون ديالها، هادو هما المين اليمنت، هادو كيتسموا المين اليمنت، حنا هما اللي غنشوفوا. اول حاجه كنقولوا وات هابند، ماذا وقع. حنا كنقولوا بالعربيه ملي كنهضروا على القصه القصيره كيف كيفيه كتابه قصه قصيره، مشى لي الريق. اول حاجه ملي تنقولوا كيفيه كتابه قصه قصيره كنقولوا يعني شنو وقع، وكنقولوا فين وقع، وكنقولوا متى وقع، يعني
وقتاش وقع؟ السؤال الرابع اللي كنهضروا عليه، الرابع هنا بالنسبه لنا في القصه، هو to whom happened. دابا نتوما هادشي ما عندكم ما ديروا به، تبقاو تقولوا لي شنو هي هاد التهم، راه نشرحها لك. to whom happened، شنو كنقصد to whom happened؟ to whom happened هي لمن وقع، يعني الاشخاص الذين وقع لهم هذا الاشكال، يعني لمن وقع، يعني لمن وقع، يعني انا كنهضروا على الاشخاص، شكون هما الناس اللي وقع لهم هذا المشكل. واحد القضيه خصكم تعرفوها هنا، الله يجزيكم بخير، ركزوا معايا، الله يرحمكم، المهمه ديالكم الا ما تركزوا معايا وما تكومونتي ما والو، راه غادي تفهموا شي حويجات زوينين في هذا الدرس، وغيفيدكم بزاف في الرايتين، وغادي تستافدوا منه كيفاش تكتبوا. انا مزاوق لك في المهمه الا ما تبع معايا اخويا اختي. وات هابند، ماذا وقع؟ ملي تنقولوا هنا ماذا وقع كنهضروا على المين ايفنت. المين ايفنت شنو كنقصد بمين ايفنت؟ هي الاحداث الرئيسيه، الاحداث الرئيسية، هادو الأحداث الرئيسية، المين ايفنت. ماذا وات هابند، ماذا وقع؟ ذا مين ايفنت، الأحداث الرئيسية. دونك أنا غير كنشرح بالعربية. وير هابند، ملي تنقولوا وير هابند كنهضروا على ذا بليس. ملي تنقولوا ذا بليس كنهضروا على المكان. هنا بالنسبة لنا وين هابند كنهضروا على ذا تايم. ملي تنقولوا ذا تايم تنقولوا الزمن. اوكي الزمان. بالنسبه لتو هوم هابند هنا كنهضروا بيبل انفولفد. بيبل انفولفد، الاشخاص الذين وقع لهم هذه القصه هذه، ولا الناس المشاركين في القصه. اذا دابا حنا غنعاودوا من الاول ونفهموا هذه الامور بشويه علينا. اذا دابا خوتي قلنا بان كيفاش نكتبوا القصه ديالنا، كنركزوا على وات هابند يعني ماذا وقع، شنو وقع. وير هابند يعني المكان فين وقع. وين هابند الزمان. دابا ما تقولش لي كيفاش غنكتب، دابا ركز معايا. تو هوم هابند يعني البيبل، الاشخاص. اذا كما كتشوفوا معايا القصه ديالي انا ملي غنبغي نكتبها غادي تحتاج بعض العناصر، هاد العناصر هما اللي نخدم معاكم دابا. الملاحظه اللي كنشوفها اخوتي كاملين، انا ملي تنقول وات هابند بطبيعه الحال هنا كنركزوا على واحد الحاجه اللي هي الباس، حيت عندنا اي دي يعني وات هابند، ماذا وقع. وير هابند عندي او دي، وين هابند عندي او دي، تو هوم هابند عندي او دي. اذا هنا بالنسبه لنا الزمن، الزمن الزمن دائما في الماضي، في الماضي، الماضي اللي هو ذا باست. هنا كنهضروا على شي حاجه سميتها ذا باست، يعني كنهضروا على ان احداث القصه، احداث القصه انتهت، انتهت يعني فينيشت. بغيتي تقول لي يا خويا انني ملي كنبغي نكتب القصه ديالي خصني نكتبها في الباس، اييه في الماضي، وانها كتكون سالات، اييه كتكون سالات. اذا حنا كنهضروا على الزمن الماضي. اذا هنا بالنسبه لنا حنايا شنو هما الازمنه اللي كنكتبوا فيها، الازمنه اللي كنكتبوا فيها القصه ديالنا، يعني شنو هما الازمنه باش نكتب القصه ديالي. عندنا جوج ديال الازمنه حنا اللي كنبازيو عليها. اول حاجه عندنا ذا سيمبل باست، وقريناه اللي هو الباسي سامبل، ذا سيمبل باست. وعندنا ذا باس كونتينيوس، حنا دابا نشوفوه ذا باس كونتينيوس. شنو هو ذا باس كونتينيوس؟ ذا سيمبل باس هو الماضي اللي سالا، الماضي البسيط، وذا باس كونتينيوس هو الماضي المستمر، هو هذا البريزنت كونتينيوس ولكن في الباس. كنقولوا اي ام سبيكين، اي واز سبيكين، يو ار سبيكين، يو وير سبيكين. دابا نشوفوه. اذا هذه الازمنه مهمين، حنا ديجا قرينا هذا الزمن. حنا اليوم ماشي باش نكتبوا قصه، حنا اليوم باش نتعرفوا على الامور اللي خصنا نفهموا. انني انا ملي غنبغي نكتب قصه نهار الامتحان خصني اول حاجه نقول شنو وقع، يعني هما الاحداث الرئيسيه، وخصني نقول اين وقع يعني المكان، وخصني بطبيعه الحال وين هابند يعني الزمان، وخصني نقول لمن وقع الاشخاص، يقدروا يكونوا اشخاص، يقدروا يكونوا حيوانات، المهم هنا لمن وقع. المشكل اللي كيطيحوا فيها التلامذ هما انهم ما كيعرفوش بان نهار الامتحان كيقدر يعطيك جوج انواع الاسئله. يقدر يقول لك مثلا كتب لي شي ستوري، وانت غادي دير شنو وقع ومع من وقع وفين وقع وكيفاش وقع. وبعض بعض الاحيان كيعطيك هو كيعطيك يعني واحد المكان، وكيعطيك زمان، وكيعطيك مثلا اشخاص، كيقول كتب لي. اذا بعض المرات كيعطيك، بعض المرات لا. ولكن انا قبل ما نطيح في هذا الاشكال هذا شنو خصني ندير؟ خصني نفهم بعد هذه الامور هذه، ونعرف ان المصحح ديالي او السؤال دائما كيطلبني نكتب في الماضي، والماضي بالنسبه لي انا هو شي حاجه اللي كتكون سالات. اذا لا اتفقنا في هذه الامور هذه قولوا لي متفق، الله يجزيكم بخير في الكومنتير، باش اني ندوز لكم اللب ديال الموضوع.
باش نفهم مزيان، هو بطبيعه الحال كتابه قصه في اللغه الانجليزيه ولو انك تكون واعر في الانجليزي غتلقى مشاكل، ولكن انا كتلميذ ديال البكالوريا باش ما نخلعكمش، هذا الشيء راه ساهل بزاف. علاش ساهل بزاف؟ لان كاين واحد استراتيجي، واحد الطريقه هي اللي غنوريكم كيخدموا بها الناس. اذا نتوما الا فهمتوا هذا الشيء نظريا ما تفكروش كيفاش تكتبوه، قولوا لي مفهوم نظريا. علاش نظريا؟ انني فهمت شنو هو، شنو وقع، فين وقع، متى وقع، ومع من وقع، وفهمت انني كنخدم في الباس سيمبل والباس كونتينيوس وليزاكسيون كلهم سهلوا، باش ندوزوا لواحد المرحله اللي هي مهمه بزاف باش نشوفوا شنو هما الامور اللي خصنا نركزوا عليها في القصه ديالنا اللي هي امور نظريه. عاد نوريك كيفاش تكتب. اوكي متفقين؟ متفقين؟ اوكي برافو عليكم. اذا الا فهمنا هاد الامور هادي ولو نظريا كتبقى مزيان. برافو اوكي مفهوم، ما عندي ما يتسالكم، متفقين تري بيان. اذا انا بالنسبه ليا الا فهمت هاد الامور هاد العناصر مزيان باين هاد الشيء خاصو تركيز مزيان، لا عادي ما كاينش مشكل اختي عفاف. اوكي برافو عليكم كاملين، راكم مجتهدين، برافو اوكي اكسلنت، ما عندي ما يتسالكم. الفكره اللي بغيت نوصل لكم الله يجازيكم بخير، هاد الدرس هذا مهم بزاف. علاش؟ حيت غيبين لك كيفاش تكتب اصلا في الباس، وغيبين لك كيفاش تخدم بعض العبارات اللي غادي نشوفوا، بعض الروابط اللي غادي تفيدك حتى في الدروس يعني في الرايتينز الاخرين. اذا هاد الرايتين هذا راه ضرب عصفورين بحجر واحد، اللهم نفهمه باش انه يعاونني. غير واحد القضيه اللي بغيت نفهمكم هو ان الدراري كيطيحوا في واحد الفخ، كيسولني سؤال كيقول لي شنو هما الامور اللي كتحط في الرايتين. راه الا قال لك شي واحد كتحط نموذج واحد ما تراجعش القصه، راجع هذا، راه كيكذب عليك. راه ما كاينش شي استاذ ولا كاين شي واحد يكذب عليك يقول لك ها شنو تراجع. لا خويا لا اختي، راجعوا كل شيء. غير نقدر نقول لك على من تركز، ما نقولش لك ما تراجعش هذه. بحال شي واحد كيسولني تيقول لي واش هذا العام غتحط هذه، واش راجع هذه. لا خويا راجع كل شيء، غير خصك تركز على هذه وما تركزش على هذه. هذه الفكره اللي كاينه، اما تقول لي شنو ما راجعش الا، غير تبوا معايا مزيان. اوكي تري بيان. اذا حنا مرحبا مرحبا اختي. اوكي جود. اذا حنا فهمنا انني ملي كنقول القصه كنهضر على احداث ديالي. اوكي مزيان تري بيان. اذا دابا ندوزو، دابا غادي ندوزو ملي فهمتو. برافو عليكم. اوكي نشوفوا الاخت ممكن ما كنفهم والو زعما الا تبعت غادي نفهم ولا. اوكي مرحبا اختي تبي معنا، يكون خير ان شاء الله، يكون خير داكشي على حسب المستوى ديالك. نسالي اختي وصيفط لي ميساج نقدر نجاوب اختي نشوفوا المشكل اللي عندك. اذا غادي ندوزو دابا لواحد الحاجه مهمه. دابا غادي نمشي معكم امور نظريه. الدفو اللي كديروا الدراري هنا كنتم تبقاو تسولوا اسئله بزاف، ركزوا ما تسولوش بزاف، تبعوا بزاف حسن ما تسولوا بزاف. ناخذ واحد المساله، شوفوا معايا مزيان هنايا. هنا غادي نجيو اسيدي، هنا غادي نديروا، شوفوا معايا مزيان، هنا غادي نديروا واحد الحاجه، ها انتم هنا غندير واحد الحاجه. هنا عندي القصه اللي هي برافو عليك ستوري ليستوار، صافي مزيان. ملي تنقول القصه ستوري ديالي، اول حاجه كنهضر عليها هو ما يسمى برافو الزمان والمكان. هنا تنهضروا على جوج د الحوايج مهمين اللي هما الزمان وعندي المكان. ركز معايا، زمان القصه ومكان القصه. اذا شنو هو الزمان؟ الزمان هو تايم، والمكان برافو عليك هو بليس او لا بليس. ما تكتبوا لا كومونتير لا ورا، ما كنشوفش لي كومونتير. التركيز حتى يدير وحدك بالشيبه شي كويس، من عنا مشبشب لويزه تبع معايا بشويه عليك. ما مفروضش شوف راه ما مطلوبش منك الكمال. عباد الله راكم واعرين، اقسم بالله لا راكم احسن من تلامد كيقراو في المدرسه. مع احتراماتي اللي كيقراو في المدرسه باش ما يتقلقوش مني، قلت احسن من شي تلامد. التركيز ديالكم والطريقه ديالكم والانتباه ديالكم ما كيقولش ان عندكم باك ليبر. هذه راه تنقولها لكم حقيقه، ماشي تنشكركم، لان التركيز كيبين ان التلميذ واش فاهم واش ما فاهمش، او واش متبع ولا واش ما متبعش. غير ركزوا معايا، ما تسبقونيش، ما تمشيش معايا تقول لي مثلا حاجه اخرى هنايا. انا بغيتك تفهم هذه الخطاطه، هذه الخطاطه الخطاطه عفوا هي المفتاح ديالك. خطاطه عطشت، هذه الخطاطه هي المفتاح ديالك باش تفهم. دونك الا فهمتوها غادي تفهموا شحال من حاجه. اوكي سي بون سي بون. اذا قلنا القصه ديالنا عندنا زمان وعندنا مكان. تنقولوا زمان القصه اللي هو تايم، ومكان القصه اللي هو ذا بليس. مزيان مزيان. ملي كنهضروا على هاد الحوايج بطبيعه الحال ما كنهضروا على واحد الحاجه اللي كتسمى هنا كنسميوها كاركترز، كنسميوها كاركترز كاركترز. شنو هي كاركترز؟ برافو عليك، هم الشخصيات. كنهضروا على الشخصيات، الشخصيات. وعليكم السلام كاملين. الشخصيات، بالنسبه للشخصيات او لا
مثلا فور اكزامبل كاركترز ديال القصه ديالي عندنا جوج الانواع، دائما كنلقاو الشرير وكنلقاو اللي كيكون مثلا خير. طبيعة الحال بالنسبه لنا ملي كنهضروا على الشرير كنسميوه فور اكزامبل كنقولوا ليه انتاغونيست، انتاغونيست. وبالنسبه للانسان اللي تيكون مزيان يعني البطل كنسميوه برو، غير تبعوا معايا فوقكم، غير تبعوا بروتاغونيست. انا نشرح لكم شنو كنقصد، هذا جود جاي، جود جاي، وهذا باد جاي او لا باد بوي، وهذا كنسميوه باد عفوا بوي. يعني هذا البطل وهذا الشرير، واش مفهوم هادشي؟ واش مفهوم هادشي؟ الله يجزيكم بخير. الا كان مفهوم قولي مفهوم، الا كنت كنخوي الماء في الرمله قولوا لي حبس اخويا سير فحالك تنعس حتى الحصه الاخرى وشرح لينا. واش فاهمين هادشي؟ عفاكم راه كتبانوا ليا واخا العدد ماشي كثير ولكن معليش. واش فاهمين هادشي؟ حيت الا كنت غير كنشرح بوحدي وما مفهومش نحبس ونعاودوا نرجعوا مره اخرى وتكون صبوره ونشرحوا الا كنتوا لقيتوا اشكال بهذه الطريقه هذه، حيت كنشوف اوكي مزيان راه تمشي غير بشويه باش تفهموا. راه هذا الشيء ما عندك ما دير به، تقول لي برافو عليك، ما عندك ما دير بهذا الشيء هذا، مفهوم مزيان مفهوم. انا بغيتكم تعيشوا معايا الشرح ديالي وتمشيوا معايا باش تفهموا الامور النظريه، لان يعني هذوما الامور اللي كتغيب علينا حنايا ملي كنبغيو نهضروا على قص. اوكي مفهوم مزيان مفهوم، اوكي مفهوم استاذ كمل برافو مرحبا. اذا قلنا القصه ديالي فيها الزمان وعندي بالنسبه ليا تايم، صبر احسن اختي راه ظروف ظروف اوكي ظروف اخيتي ظروف اخيتي ظروف اختي لطيفه راه حيت انا ما كاينش في الدار، بغيتوني نحبس تا نكون في الدار ما عنديش مشكل، راه انا ما كاينش في الدار. شو دابا انتم سبحان الله غادي نمشي اصدقاء اول مره خدمت بالورقه وجاتكم شويه بيزار، ايوا شنو نقولوا حنا اللي كنخدموا يوميا ونضربوا تماره وهذا ونتقاتلوا وكنديروا سميتو شويه ديال الحلول وكنرقعوا الانسان خصو يقول الله يحسن العون. والله العظيم الا الخدمه راه صعيبه الله يحسن العون كل استاذ الله يحسن العون كاع اللي خدام في هذا المجال ديال التدريس كنقول له الله يحسن عونك، راه ماشي سهله والله ما سهله. الانسان كيشوف الامور من البعيد كتبان سهله، والله ما سهله، كاع اللي تيقرر الله يسهل عليه، صعيبه هذه الخدمه هذه، عرفتي اصعب حاجه هي تقرب بنادم، اصعب حاجه. المهم عندنا غلط نكملوا، قلنا عندنا القصه ديالنا كنهضروا على لي كاركتر الشخصيات، وعندنا ملي كنقولوا الشخصيات كنهضروا على ان هذا الانتاغونيست. ما عندك ما دير بالانتاغونيست، ما كتهمكش انت، ممكن يهمك شرير صافي، عقل على شرير، عقل على الباد جاي باد بوي، ما كيهمكش نتايا شنو هي الانتاغونيست. ما غايسولكش على الامتحان يقول لك شنو هي الانتاغونيست، يقول لك ما غايسولكش اصلا على هاد الامور، انت خصك تفهمهم باش تكتب. دابا انا كنقلب على الكواليس باش بهم نخدم، هو ما كيتسنانيش انني نجاوب عليه شنو هي انتاغونيست. عندك حساب لكم يعطيكم هاد الخطاطه هادي؟ الا راه ما كيعطيكمش هاد الخطاطه، راه والله ما كيعطيكم هاد الخطاطه، راه هو تيقول لك انت كتب لي قصه، ولكن الاشكال اللي كيطيحوا فيه التلامذ ان المصحح كيبازي على هاد الخطاطه هادي، هاد الخطاطه علاش كيبازي؟ تفهمنا مزيان؟ راه هادي علاش كتبازي انت ملي كتبغي تخدم؟ اذا انت ما خصكش تطيح داك الفخ ما تكتبش شي حاجه تكون ناقصه، حيت هو عنده باريم ديالو، ملي كيبغي يصحح ما كيقولش التلميذ هو عندي في لونجلي واعر ولا ضعيف، خصك تكون مدخل ليه الشخصيات، مدخل ليه الزمن، مدخل ليه المكان، يعني الا واحد العنصر من القصه ما كانش كتكون النقطة ديالك ناقصة، إذا أنتيا ما تخليش يزرب عليك، أنت زرب عليه. إذا حنا شنو تنديرو؟ كيجيني أصدقاء تيقول لك راه ما كنعرفش نكتب، وأخويا لا تعرفش تكتب. حنا ما كنطلبوش منك دابا تكتب، كنطلبوا منك تفهم بعدا الأمور النظرية، فهمنا شنو هي الأمور، راه هادشي أصلا بالنسبة لك أنت إفادة. علاش إفادة؟ غيعاونني نعرف شي أمور اللي ما كنتش عارفها، شنو هي الأمور اللي ما كنتش عارفها؟ كيفاش نكتب قصة؟ إذا أخويا أنا القصة ديالي ملي كنهضر على قصة ملي كنبغي نكتبها راه غير كنعاودها باش تفهموا مزيان، كنهضر على زمان القصة وكنهضر على مكانها، وملي كنهضروا كنهضروا على الشخصيات، هادشي كله تصدع الراس، يعني هنا كنهضروا على الإنسان اللي هو شرير، وهنا كنهضروا على الإنسان اللي هو خير، دونك حنا إلا تفرجنا مثلا ولا كتبنا ولا قرينا شي كتاب ولا كتبنا شي قصة، بطبيعة الحال كيكون البطل وكيكون عندك الضد ديالو، النقيض ديالو اللي هو الشرير. إذا تلقى القصة ديالي كتبازي على هاد الأمور، إذا شفنا الزمان والمكان وشفنا الشخصيات كيكون عندنا البطل كيكون عندنا برافو عليك اللي هو الشرير الباد بوي. كنزيدو هنا بالنسبة لنا واحد المسألة اللي هي مهمة ونتمنى تفهموها معايا، عندنا كنقولوا ليه
لو تام. اوكي هنا كنهضروا على تيم، يعني الدلاله ولا الرمزيه ديال القصه. علاش كتمحور؟ علاش كدوي؟ علاش كتهضر؟ يقدر مثلا انا ملي كنهضر على واحد القصه قريتها في واحد الكتاب كتعلمني موقف حياتي، كتعلمني شي حاجه اللي هي مورال، شي حاجه اللي هي مورال. شنو هي مورال؟ مثلا انا ملي غنمشي نقرا واحد القصه معينه بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بالانجلي، شنو هو الاستفاده مور القصه؟ دائما كيكون واحد الهدف. علاش الهدف؟ واش الهدف تثقيفي؟ واش الهدف انني ملي كنقراها هذيك القصه اولا ملي كنكتبها، واش كنكتبها لواحد الدلاله معينه؟ هذيك الدلاله حنا كنسميوها يعني تيم، راه كاين اللي كيعرف تيم اون فرونسي، حنا كنقولوا تيم ان انجلش. يعني شنو هي تيما ديالها؟ تنقولوا حتى بالعربيه كتيما. شنو هي الرمزيه والدلاله ديالها؟ فاش كتصب في لونجلي عندنا جوج ديال التيمات خاص تعقل عليهم. الله يجازيك بالخير. اول حاجه عندنا ليسن، يعني كتستافد منها واحد الدرس حياتي، واحد لوسون، اولا كتستافد حاجه اللي كتسمى اور مورال. انا نشرح شنو هي مورال. مورال، انا سيدي كنت غادي، هذه مورال مورال، كنت غادي في الطريق ورميت مثلا قرعه ولا رميت حاشاكم الزبل. فاش رميت داك الزبل جا واحد السيد حاشاكم عزكم الله هزو قدامي وكيشوف فيا حطو في البوبيل، حطو يعني برافو عليك تراش بين، يعني حطو سله المهملات وشاف فيا واحد الشوفه. اذا هو علمني واحد الدرس، علمني واحد الدرس اللي هو كيتسمى مورال. اذا انا ملي غنقول مثلا لولدي كان يا ما كان، كانوا سبعه ديال النمورة كلا واحد القطيطه وديك القطيطه كانت، علاش عاودتي له ديك الخبيره؟ واش عاودتيها له باش يخاف؟ هذا هو الطين. واش عاودتيها له باش يستافد؟ واش عاودتيها ليه مثلا باش انه ما يديرش داك الاشكال مره اخرى؟ اذا باش ملي تسمعوا الطين راه هذا هو اللي ما كيبانش للدراري ملي كيكتبوا قصه نهار الامتحان. وهذاك المصحح بحكم ان النيفو ديالو طالع على النيفو ديالك، وبطبيعه الحال غيدير فيها خبير لانه هو راه خدمته خصو يصحح ليك. بطبيعه الحال راه خبير لانه غيصحح الحمر تبعك. الا كانت الطيمة عندك يعني ما بيناش كيقدر ينقص لك النقطه. وهذه بعيده على الامتحان، كاع ما تيهمناش حنا الامتحان، خصني انا نعرف ان، وهذا القضيه اللي تنقول لكم الخوت، راه في لونجلي في الشلحه في العربيه في الفرنسي في اي لغه، يعني البربر يعني في اي لغه، الفينيقيه البنغلاديشيه، هادو هما مكونات القصه، كتغير فقط الترجمه. عندك حساب لك فرونسي راه ما غاديش تقول لي كاركتير او بيان لي بيرسوناج، راه كاينه العربيه شخصيات، يعني كتبقى هذه هي هذه. اذا نتوما الا قريتوا معايا هاد مكونات القصه غادي تفيدك في العربيه الا كنتي ادبي، وغتفيدك في الفرونسي، وغتفيدك في اي لغه. علاش اخويا انا ما نبروفيتيش لوكازيون باش نخدم؟ وهذا الشيء هذا راه غير كيترجم للغه اخرى. اذا حنا ملي كنقولوا التايم كنهضروا على ليسن اور مورال. ها انتم باش ما تشوفوش ربما مزيان، ها هي ليسن اور مورال. ليسن اور مورال مورال يعني كنستافدوا منها عبره، مورال هو العبره. مزيان. الحاجه الثانيه اللي تقدر مثلا تيما كتبينها او لا كتخدم عليها هي اللي كتقول لها سنترال ايديا. شوف معايا مزيان، هذه راه مهمه. سنترال ايديا انا نكتب لك باش تفهم. سوري، سنترال ايديا هذه كنقولوا ليها فكره محوريه او لا جوهريه. اوكي، فكره جوهريه او لا محوريه. علاش كيهضر هذاك الموضوع ولا ديك القصه؟ علاش كتهضر؟ عندها واحد الهدف. اذا فهمنا هاد الامور اللي هي الكاركترز، وفهمنا الزمان، وفهمنا يعني المكان. اوكي ثلاثه، وفهمنا دابا ثيم. دابا غادي نمشيو لواحد الحاجه اخرى. القصه بطبيعه الحال الخوت كيكون فيها ما يسمى بالصراع. القصه ملي كنقراها كيتسمى الصراع. شنو هو الصراع؟ برافو عليك، هو الكونفليكت. الصراع هو الكونفليكت، كيسمى كونفلي اون فرونسي الصراع. الصراع كيكون بطبيعه الحال ما بين البطل وما بين الشرير وما بين الشخصيات الثانويه. هنا كتكون عندنا ما يسمى بشخصيات ثانويه، هما لي بيرسوناج سكوندير، شخصيات ثانويه. الادبيين هادشي راه ينفعكم، شخصيات ثانويه. شنو هي الشخصيات الثانويه؟ يعني سي برافو عليك، بيرسوناج سكوندير. اذا هادو هنا ملي كنهضروا على الصراع كيكون ما بين البطل والشرير، يعني البطل والشرير والشخصيات الثانويه. اذا الصراع يقدر يكون داخلي خارجي. شنو كنقصد بداخلي خارجي؟ الصراع بالنسبه لنا الا كان صراع اللي هو اوكي داخلي كيتسمى انترنال. تبعوا معايا مزيان نشرح لكم هذه باش ما تدوخوش. انترنال هذا صراع داخلي. اش كنقصد به؟ البطل كيدابز مع راسو، يعني هذاك البطل في القصه كيدابز غير مع راسو. يعني شنو كنقولوا بها كيدابز مع راسو؟ يعني شنو كنهضروا بها؟ شنو كنقصدوا بهذه؟ كنقصدوا بها بيرسون، شخص. person this did، هذه كتعني did this self. شنو هي self لونجلي؟ هي الذات. دونك شخص ضد الذات. الصراع الداخلي كيكون شخص ضد الذات. واش هادشي مفهوم؟ الله يجازيكم بالخير.
الا كان فوم قولوا لي اه باش نشمشو مزيان. واش هادشي مفهوم؟ برافو ربي، واش مفهوم؟ هادشي راه كضربو عصفورين بحجر. والله العظيم الا هاد الدرس زوين بزاف، غيعلمكم شي حويجات زوينين تستافدوا منهم، حتى ملي كتبغيو تقراو واحد القصه معينه بالعربيه ولا بالانجليزيه ولا باللغه الفرنسيه وباي لغه، اذا ولا ملي كتفرجوا فيلم، حيت هادي غادي نستافدوا منها ملي غنبغيو نهضروا على فيلم، مراجعه فيلم، ملي غنبغيو نهضروا على مراجعه كتاب. دونك طبيعه الحال هادشي راه مهم بزاف. علاش حنا كنبقاو نخمو دابا في امتحان البكالوريا؟ نتبعوا، لان نهار نبغيو ان شاء الله نقراو مراجعه كتاب، يعني فيلم ريفيو، كيفاش نكتبوا مراجعه كتاب ولا فيلم ريفيو، مراجعه فيلم تفرجنا عليه، حتى هاد الامور غادي يفيدوني انا. غير واش كتفهموا الشرح ديالي او لا؟ مزيان، يس، تري بيان. دونك الناس الصراع تيكون برافو عليك، مزيان يس تيتشر. اذا غنمشيو لحاجه اخرى بالنسبه للصراع. هنا كيكون عندنا برافو، هنا تيكون عندنا صراع اللي هو داخلي. دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد النوع ديال الصراع. عاد عرفت علاش مسمين كاميرا اماميه سيلفي؟ هذاك الشيء علاش مسميها سيلفي؟ اه مسميها سيلفي لانك كتاخذ الداسك. برافو. اذا غنمشيو دابا نشوفوا واحد الصراع اخر اللي هو كيتسمى اكسترنال. اكسترنال اكسترنال اكسترنال. بالنسبه للصراع اللي هو اكسترنال تيكون صراع خارجي. بالنسبه للصراع الخارجي، ملي كنهضروا على الصراع الخارجي، كيفاش تيكون هذا الصراع الخارجي؟ صراع خارجي مع من يقدر يكون؟ برافو عليك، يقدر يكون مع بيرسون، شخص، بيرسون ضد ذيس نيتشر، يعني ضد الطبيعة، شخص ضد الطبيعة. بحالاش شخص ضد الطبيعة؟ أنا غادي مثلا كنطيح الشتا وزلقت، دونك أنا كنت غادي كنطيح الشتا وزلقت، إذا هذيك أنا اللي كنت غادي هو البيرسون، والطبيعة يعني الشتا كطيح والجو يعني ملبد بالغيوم، الطبيعة هذيك الظروف ديالها طيحتني. إذا في ديك اللحظة أنا غادي يكون عندي صراع مع الطبيعة. هاد الصراع كيتسمى صراع خارجي. باش تفهموا مزيان هاد الشيء راه غادي تستافدوا منه في العربيه وفي الفرنسيه، راه هادشي بحال بحال، باش تكون راه درس مهم بزاف. اذا انا مثلا ملي كنقول الصراع اللي هو انترنال داخلي، هادي ان داخلي، وهادي اوت يعني اكسترنال خارجي. داخلي شنو هو؟ مثلا كنقول راس قال ليا وراس قال ليا، اذا راس قال ليا وراس قال ليا شنو هو هذا؟ راه صراع داخلي، انت عندك غير راس واحد ولكن الافكار ديالك، دماغك عامر بالافكار. بحال كتقول واحد الراس قال لي الناس، واحد الراس قال لي نفاق، وكنت مرات كتبقى تخمم كتقول عرفتي شنو، الواحد هو اللي يمشي، او عرفتي شنو كاع بلا ما نمشيو، عرفتي شنو راني جيعان باغي ناكل، عرفتي شنو خلي بلاتي شويه وناكل، عرفتي شنو وبالي مش ضرب شي تحميمه، عرفتي شنو لا 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 بان لي كاين البرد، عرفتي شنو؟ اوكي بالي نمشي نضرب شي دويره. عرفتي شنو؟ لا خليتها الغدا. هادو شنو كنقصد بهم؟ انت عندك واحد الكونفلي، واحد الصراع، الصراع غير مع راسك، مدابز غير مع راسك، هذاك الصراع الصراع ما كيدخل فيه حتى شي واحد. اذا انت مدابز مع راسك، باش تفهموا مزيان شنو هي الانترنال. بالنسبه للاكسترنال، كاين الحاله الاولى اللي كتكون كدابز فيها الخارجي، كتقدر مثلا انت اللي هو الشخص مع الطبيعه. هاد الصراع كيكون مع الطبيعه، ما كيكونش عنده علاقه معك انت. تفهمنا مزيان؟ اوكي تري بيان. اذا هنا اول حاجه عندنا صراع اللي هو مع، برافو عليك، مع الطبيعه. الحاجه الثانيه اللي قدرت تكون عندك هنا بالنسبه لنا، عندنا بيرسون ذيس بيرسون. دونك شنو هي بيرسون ذيس بيرسون؟ هو شخص ضد شخص، شخص ضد شخص. بلاتي اخيتي لولو وابا، الله يسهل عليك، راه ما يمكنليش نجاوب على السؤال ديالك، الله يرحم لك الوالدين، الله يسهل امرك. بنتي جوبون جيدا معنا، راه ما تنجاوبش على هاد الاسئله بحال هكا في اللايف، الله يرحم لك الوالدين باش تفهمي السيستم الخدمه ديالنا. والله تا سدي ان شاء الله سي عبد الرزاق، علاش لا؟ والله تا سدي، ضحكوا شويه، والله لا برافو عليك عبد الرزاق، ما عندي ما يتسالك، عرفتي شنو؟ والله تا ندي هذا الباك ان شاء الله، هذا راه الصراع معدات، ما عندي ما يتسالك، برافو، هذا اكزامبل مزيان. كل شخص يقول ان شاء الله. اخ ديالي لولو وابا، الا كان عندك مشكل صيفط لي، الله يسهل امرك في هاد الفيسبوك ديالي باش ما ندوخش، الله يحفظك. اوكي انا ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. اذا قلنا هنا كنهضروا على شخص ضد شخص، يعني بيرسون ضد، شنو هو هنا الصراع الخارجي؟ مثلا كما قلنا قبيله، تيكون هنا واحد الاشكال ما بين البطل وما بين الشرير، او ما بين مثلا واحد الشخص وواحد الشخص معين. دونك هذا الصراع ما بين هذا الشخص وهذا الشخص
تيكون كيتسمى صراع خارجي ما بين شخص وشخص. هادشي عندنا في القصه. كاين واحد الصراع اخر، كاين واحد الصراع اخر اللي هو كيتسمى person. شوفوا معايا مزيانه، person this society. اوكي تبعوا معايا مزيان، يعني مع المجتمع، مع المجتمع. برافو عليك، ما عندي ما يتسال كسي ربيع. لايف، الحياة، الصراع مع الحياة. واش هاد الشرح مفهوم؟ الله يرحمكم والدين. لا، مسألة الأنا والأنا الأعلى والهو، هذاك الشيء راه بطبيعة الحال كاين هنايا، ولكن ما غاديش نهضروا عليه لأنه فلسفي. حنا كنناقشوا بأمور اللي هي نثرية محضة، ما عندهاش علاقة بالفلسفة. واش هاد الشيء مفهوم؟ الله يجزيكم بخير، إذا كان مفهوم قولوا لي مفهوم. أوكي، باش نعاود لكم هاد الخطاطة، هاد الشامة هادي هي اللي خصكم تضبطوا. أوكي، هادشي اللي خصكم تضبطوا، الله يجزيكم بخير. واش مفهوم هادشي؟ باش نعاود، خليو دابا الانا والهو والانا الاعلى، والانا مثلا هو جماع الشخصيه، والهو هو المكبوتات والغرائز، والانا الاعلى هو الاعراف والاخلاق والقانون وما ديرش وداكشي اللي دار فرويد، والانا الاعلى هو ذلك الحصان الجامع. هذاكشي ما تعنا بغرض دابا، علاش؟ انه ما كنقراوش الفلسفه غير باش تفهموا، غير هو نقدروا نطبقوا نسبيا هذاك الشيء كله هنايا، يعني نقدروا ناخذوا شي حاجه نطبقوها. انا خاصه في الصراع، ملي كنقولوا كلمه صراع بطبيعه الحال يتبادر الى الذهن كل ما هو فلسفي، لان كلمه صراع بطبيعه الحال في مضمونها او لا في معناها المحض يمكن ان تعني مجموعه من الدلالات. نقاش منطقي ماشي فلسفي. بالنسبه للنقاش منطقي ماشي فلسفي، يعني كنهضروا على نقاش اللي هو بطبيعه الحال اكثر منه كما قلنا نثري او لا كتابي، كنهضروا على شي حاجه اللي هي نثريه او لا ادبيه. مفهوم؟ اوكي مزيان. اذا غنعاود لكم هذا الشيء. اوكي نعاودوا، انا ما كنطلبش منكم دابا تكتبوا، وكنطلب منكم غير تتبعوا معايا القصه. قلنا كنهضروا على الزمان والمكان. بالنسبه لنا في القصه كنهضروا على الشخصيات، هاد الشخصيات ممكن يكون شرير وممكن يكون عندنا البطل، عقلوا على هاد الشيء. بالنسبه للقصه ديالي كنهضروا على التيم، ملي كنهضروا التيمه. اوكي، كيقدر يكون ليسن اور مورال، يعني القصه ديالي كنستافد منها واحد العبره، اولا كيكون مثلا عندي واحد الفكره محوريه ولا جوهريه كندافع عليها. بالنسبه لنا في القصه عندنا ما يسمى بالصراع، هاد الصراع هذا كيكون يا اما صراع اللي هو داخلي او لا صراع خارجي. الصراع اللي تيكون داخلي كيكون صراع مع الذات، اوكي، والصراع الخارجي كيكون صراع مع شخص مع الطبيعة، أو لا شخص مع شخص، أو لا شخص مع المجتمع أو لا الحياة. إذا أنا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف مكونات ديالها. دابا غنكتب لكم هادشي باش تعقلوا عليه مزيان. دونك هادي غنكتبها لكم هنا ملخصة باش تفهموا مزيان. صافي؟ دونك القصة ديالي، القصة ديالي خاصو أو لا خاصها باش تفهموا مزيان. هنا غنكتبها، القصة ديالي خاصها تكون من اوكي. هادي خصني نركز عليها مزيان، هادي عقل عليها مزيان. هذا القصة ديالي خصها تكون من، من ماذا؟ اول حاجة خصها تكون من الشخصيات، الشخصيات. ثاني حاجه خصها تكون من الزمان والمكان. ثالث حاجه خصها تكون من الصراع، كيكون عندي الصراع. رابع حاجه، اوكي مزيان، كنهضروا على التيمة. اوكي، كنسميوها تيما اولا التيمة، ماشي مشكل، بحال بحال. اذا هنا ملي كنهضروا على الشخصيات كنهضروا على جوج د الحوايج. الشخصيات كنهضروا على البطل وكنهضروا على الشرير، وبطبيعه الحال تيكون عندي الشخصيات ثانويه. بالنسبه للزمن والمكان واضح، الصراع هنا ممكن يكون داخلي ممكن يكون
خارجي. بالنسبه للتيمه هنا اللي تنهضروا عليها يقدر يكون هنا جوج الحوايج، يا اما فكره جوهريه، وهنا ممكن يكون عندي درس مستفاد منه، يعني نستفاد كنستافدوا منه، درس مستفاد منه. اذا هادو هما الامور اللي خصكم تعقلوا عليها. الا فهمتوا هادشي قولوا لي مفهوم، باش ندوز نعطيكم دابا الامور اللي خصكم تركزوا عليها مزيان، اللي هي الروابط، كيفاش تكتبوا القصه. ولا عقلتوا معايا قولوا لي، اه الا عقلتوا الاصدقاء اللي كيتبعوا معايا لي لايف اللي تنخدموا، راه خدمنا الا عقلتوا اللينكين ووردز. واش عقلتوا على اللينكين ووردز؟ هادوك اللينكين ووردز اللي خدمنا اليوم غادي نخدموا واحد الحاجه بحالهم، ولكن هما ماشي لينكين ووردز، هما كيفاش تقول اولا ثانيا كان يا ما كان في وقت ما بحيث وبعد ذلك وقبل ذلك ثم ومن الى واخيرا وليس مهم. هاد الامور هما اللي كيخصكم تركزوا عليها، لان الدراري كيلقاو فيها مشكل نهار الامتحان، كيمشيو يديروا ما يسمى بالنقيل، ولكن لا عرفتوا القصه كيفاش كتمشى غتعرفوا الامور اللي غادي دير في وضعيه البدايه، وغادي دير الامور اللي هي في الميدل وفي الاند. فهم هادشي قولوا لي اه اوكي تري بيان مزيان اوكي مزيان مفهوم تري بيان. اذا هذوك الروابط اللي عقلتوا عليهم هادو اللي غادي نشوفوا اليوم، روابط عندهم علاقه بالقصه، يعني كيفاش تكتب اولا تقدم، وكيفاش دير الميدل العرض، وكيفاش دير الخاتمه. واحد الفكره بغيت نقولها لكم، الله يرحمكم الوالدين، وهذه مهمه بزاف، ان ملي كنهضروا حنا على عناصر القصه بطبيعه الحال كنهضروا على ما يسمى، اي قصه عندك فيها عندك ما يسمى بعناصر. دونك القصه هنايا المراحل ديالها، دونك هذو المراحل. دابا هذا الشيء راه كاين حتى في العربيه. اول حاجه عندنا ما يسمى بوضعيه البدايه، وضعيه البدايه. ومني كتكون وضعيه البدايه كيجي مر منها ما يسمى بالعنصر المخل. نكتب لكم عفاكم ب هنا. دونك هنا كنهضروا على وضعيه البدايه، دونك هذه كنهضروا على مراحل كتابه القصه، وضعيه البدايه. من بعد وضعيه البدايه كيجي ما يسمى بالعنصر المخل، العنصر المخل. الثالثه كيجي عندك ما يسمى بالعقده، اوكي العقده. والرابعه هنا كيجي ما يسمى بعنصر الانفراج، عنصر الانفراج، او لا كنسميوه النهايه. إذا القصة ديالنا حنا عندنا فيها وضعية البداية، وعندنا عنصر مخيل، وعندنا عقدة، وعندنا عنصر، وعندنا عنصر الانفراج. ملي كتفرجوا مثلا في شي فيلم كتلقاوه بادي، يعني فيلم أصلا راه قصة، الله يرضي عليكم غير تبعوا معايا مزيان الله يرحم الوالدين. وضعية البداية بطبيعة الحال ملي كنتفرجوا في شي فيلم، فيلم راه براسو قصة، إذا أنت نطلب منك تكتبها تكتب غير باراغراف، نديروا راسنا كنتفرجوا في فيلم، واحد الفيلم ملي كنتفرج ليه أنايا راه فيلم قصة باش ما تدوخوش، ولا كتاب قريتي، كتلقى وضعية البداية. وضعية البداية كنقولوا مثلا رجل اسمه مثلا محمد كان يعيش هو وزوجته مثلا في ود وسلام وامن واستقرار. دابا كندير من راسي هادشي، تبعوا معايا مزيان، واحد الراجل سميتو محمد كان يعيش هو ومرته في امن وامان واستقرار، وكانت الامور بخير والحياه بخير والعائله ديالو بخير والصحه ديالو بخير. العنصر المخل واحد من ابنائه يعني مرض، اصيب بالمرض، هذا عنصر مخل. اش غيدير العنصر المخل؟ هذا ليليمون بيرتيرباتور، كنقولو فرونسي بيرتيرباتور، يعني كيهرس وضعيه البدايه. هذا العنصر المخل ملي كنقولو الولد ديالو مرض غتولي واحد العقده. شنو هي العقده؟ ان الاب مثلا مشى تسلف وتكلف وخاف ان الولد ديالو مثلا يتوفى لا قدر الله، وقع له مشاكل عائليه وخرج من العمل، وهذا هذه عقده. ومن بعد من هذه العقده كتوالى الاحداث، في الاخر كيجي عنصر الانفراج اللي هو النهايه. عنصر الانفراج شنو هو عنصر الانفراج؟ ان السي محمد جات واحد الجمعيه ديال المحسنين وعاونوه، ولده مثلا داروا له الدواء وداوه للسبيطار وتكلفوا به، وهذا رجعت الامور الى طبيعتها، والسي محمد الى يومنا هذا يعيش في ود وامن وامان مع ابنائه وعائلته الصغيره. هذه درتها غير من راسي. شنو بغيت نعطيكم في هذه البلابلا كامله؟ ان اي قصه انت فيما قريتي ولا تفرجتي عرفها راه كتمر بهذه المراحل واخا انت ما قاريهاش. فريمون علاش؟ الا راه عندنا اي فيلم كان، خاصه ما كنهضرش الافلام ديالنا المغاربه، المغاربه عندهم البدايه ولكن النهايه قلب راسك.
المهم المغاربه في الافلام ديالهم البدايه راه كاينه كيبدا لك داك الشيء محربن، ولكن النهايه تيقول لك اخويا ديرها لراسك نتايا على حساب دماغك، يعني كيقول لك ضرب معنا شويه ديال التماره راه سمح لينا ما لقيناش اللي كتب لنا النهايه. المهم على ايين هذه فقط كانت مستملحه وندوزو. بالنسبه لشي فيلم اللي هو فيلم معقول ولا كتاب كنقراوه، اي كتاب هزينا قريناه سواء عربيه سواء فرنسي سواء انجلي، هذو هما الامور اللي كتهرب للناس في الدماغ. وحتى ملي كتقرا الجورنال كاع، ملي كتقرا حتى جريده مثلا وكتقرا ارتيكل فيها واحد المقطع، راه كيكون فيه وضعيات بدايه كيكتبوا فيه شنو كان ولا دات وهذا والامور كانت هذا، حتى كيقول لك جا المهم هز جنويد، المهم بغى يضربوه هنا ضربوه هنا فهمتي، جاوا الناس دخلوه هنا جات الشرطه داتو عنصر الانفراج. واش فاهمين معايا هادشي؟ الله يجازيكم بخير. اذا هاد الامور هاد المراحل هادو خصكم تدخلوهم للدماغ ديالكم وتعقلوا عليهم، هادو مهمين. علاش؟ لان بيهم انايا كنخدم. برافو عليك، بهم انايا تنخدم. الا ما كانوش هادو هاد العناصر هادو ما غاديش تكون عندي واحد القصه اللي هي مفتوله ومقاده مزيان. دونك هادو خصكم تعقلوا عليهم. تفهمنا؟ اوكي. اذا دابا غندوز نعطيكم الامور اللي خصكم تعقلوا عليها اللي هما ترانزيشنز، كيفاش ديروا تهضروا على وضعيه البدايه وتهضروا على يعني كيما نقولوا العرض وتهضروا على النهايه. واخا يلا نزيدوا دابا. دابا فهمنا اللي خصنا نفهمه، دابا غادي ندوزو هادو هما المهمين. اوكي شوف معايا مزيان هاد الشيء، شوف هاد الشيء مهم. الله يرحم الوالدين. هاد الشيء هذا اللي غنكتب مهم. شوف هنا عندنا تايم، تايم ترانزيشن، تايم ترانزيشن ووردز، تايم ترانزيشن ووردز. هي هذيك وان داي، برافو عليك، هي هذيك ستيرابي تايم ترانزيشن ووردز. اول حاجه عندنا بيجينين، هادو اول حاجه عندنا بيجينين، يعني كنشوفو غنشوفو عبارات البدايه. هنا غنشوفو اولا بيجينين يعني عبارات البدايه او لا كلمات البدايه. صافي. اذا احنا ملي تنبغيو نهضروا على كلمات البدايه شنو كنقولوا؟ مزيان سي بون، مزيان نقدروا نقولوا مثلا اولا، هنا تنقولوا اولا عندنا فيرست، فيرست فيرست. شنو هي فيرست؟ هي اولا، اولا فيرست. اي ممكن تكون عن تاريخ، برافو عليك، هي اللي غادي نخدموا دابا كنخدموا العبارات فيرست. يقدر تكون عندك اسيدي ان ذا بيجينين. دابا هادو هما باش تبدا انت القصه ديالك، انا كنعطيك باش تهنى من نقيل وباش تهنى من التفكير بالعربيه. ان ذا بيجينين، ان ذا بيجينين يعني في البدايه، في البدايه، ان ذا بيجينين في البدايه. صافي مزيان. عندنا وانس، هكذا وانس ا تايم، اولا نقدروا نقولوا وان تايم بحال بحال، ولا نقدروا نقولوا وحده اخرى باش تجيكم ساهله كاع باش ما تدوخوا ما والو، نقولوا فور اكزامبل وانس ابن ا تايم، وانس ابن ا تايم. هنا تقدر تقول في زمن ما، في زمن ما اولا في زمن بعيد، في زمن ما او لا في زمن بعيد. once upon a time هادو تقدر تبدا بهم القصه ديالك، عقلوا عليهم. تقدر تقول واحد الصباح، one morning، one morning يعني في واحد الصباح، في واحد الصباح one morning، في واحد النهار one day، one day في يوم او لا سوري هنا نكتبها بهذه الطريقه اسمحوا لي، في يوم ما، في يوم ما. غنعاود first اولا in the beginning
في البداية. Once upon a time في زمن ما أو في زمن بعيد. One morning في واحد الصباح. One day في واحد النهار. واحد العشية One afternoon. واحد الشهر One month. واحد العام One year. هاد one زائد الوقت اللي كدوي عليه. إذن هادو beginning هما العبارات اللي غتحتاج أنت باش تبغي تكتب القصة ديالك وتبدا بيهم. إذن عافاكم ركزوا معايا في هادو حيت مهمين بزاف. الله يجازيكم بخير. مزيان مزيان. إذن دابا غادي ندوزو إذا مفهوم قولوا لي هادي مفهوم باش ندوز نبدل الورقة باش ندوز للميدل يعني كيفاش كنكتبوا العبارات ديال الوسط باش ندخلوا للعرض ديالنا. دونك هادي البداية ديالي ملي كنبغي نبدا تندير هاد العبارات. أنت اختار اللي عجبك. عجبتك فيرست اختارها. عجبتك إن ذا بيجينين عقلي عليها. عجبك وانس تايم عقل عليها. وان مورنين وان داي. ما كنصحكمش تحفظوا كل شيء وحدة. دابا انت تكتب كل شيء وفي الاخر مثلا عجبتك هذه كروشي على هذه عقلتي عليها. الاخت مثلا زينب جبتها هذه دير هذه. الاخ مثلا عبد الرزاق ولا دير هذه. الاخ محمد يدير. كل واحد يختار اللي يعجبو حيت هو نهار الامتحان ماشي كيقول لك مثلا احفظ لي هادو شنو هما وضعيات البدايه. راه ما كيطرحش السؤال هكا عندك حساب لكم تيقول لكم ما هي العبارات ديال البدايه. راه ماشي كيتحط السؤال اللي غادي دوز امتحان ديال الباك. لا راه تيقول لك كتب لي قصه ولكن انا باش نحيد عليا الترجمه العربيه اللونجلي ولا نحيد عليا النقيل على الاقل اخويا ندير هادو في جيبي. هادشي اللي كتشوفوا فيرست ان ذا بيجينين وانس ابون ا تايم راه غتحتاجوهم في كتابه قصه في كتابه مثلا فيلم ريفيو بوك ريفيو ممكن لاتر ايميل باراجراف ستور اي حاجه. اذا هادشي مهم. علاش اخويا انا ما نكتبش هادشي هذا ونعقل عليه غيفيدني نضرب عصفورين بحجر واحد. مفهوم هكذاك المفهوم مزيان. العام اللي فات برافو عليك لاسيو هادشي كله ممكن نديروه سي بون. راه كاينين بزاف كاين بزاف غير انا عطيتكم هادو حاولوا تكتبوهم حاولوا تكتبوهم يلا حاولوا تكتبوهم باش ندوز. حاولوا ديروا سكرين شوت عافاكم. واش ندوز الاخوان باش ما يكونش لايف طويل الله يجازيكم بخير. ندوز سكرينيو سكرينيو الله يحفظكم سكرينيو سكرين شوت ديروا سكرين عافاك سكرينيو سكرينيو. واش الامور بخير وعلى خير قولوا لي الله يرحم والدي راه كاين غير اللي ساقر ما كيدويش. عرفتي شحال كتعجبني كلمة دوز واعرة دوز برافو كلمة دوز هي مخيرة دوز اوكي انا غندوز اوكي. دابا غادي نمشيو مزيان. دابا شنو شفنا هنا شفنا عبارات البدايه. دابا غادي نشوفو الميدل ميدل اوكي. هنا غادي نشوفو دابا الميدل ميدل يعني العرض يعني هنا عبارات او كلمات اوكي نحتاجها في العرض اوكي في العرض. برافو عليك في العرض باس في العرض هذا العرض العرض ديالي. اول وحده ممكن نخدم بها ملي غادي نباسي راسي من الاول غادي نقدر ندوز هنا نقول مثلا نيكست مزيان هكا هاد الخط جو بونس مزيان باش تفهموا به اكثر كيبان نيكست
ما تفاجئيش، علاش غتفاجئي؟ عادي، انت تفاجئ اختي، ما لقيتي الصبوره تفاجئي، علاش؟ عادي جدا، سبحان الله، راه كل مره حتى حنا عندنا ظروف، راه نورمالمون ما كانش ديما غندير كاع اللايف، لانني والله العظيم ما مشغول وماشي في الدار، داكشي علاش درت لكم اللهم لا العمش ولا العمى كما كيقولوا، ما تفاجئوش. واش مفهوم هكذا؟ احسن كتبوا هكذا باش تشوفوا مزيان. نيكست، اوكي؟ نيكست يعني بعد. سي بون؟ بعد، نيكست. نقدروا نقولوا مثلا later 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 هي لاحقا لاحقا later. نقدروا نقولوا مثلا second okay second هذه كتعني ثانيا ثانيا second اوكي او لا تقدر تقول مثلا حتى secondly بحال بحال ثانيا او ديما عليه انت يكون جات في الفوتر هانيه ضيعنا غير فوتر هانيه الاخت خوله ويلي تستاهلوا كل خير. هنا عندنا also also هي ايضا. انا السعاده ديالي هي تنجحوا والله. ايضا ايضا هنا ممكن نقولوا after that. واش هادشي كتشوفوا مهم ولا ماشي مهم؟ راه مهم بزاف غيفيدكم. after that بعد ذلك بعد ذلك هانتوما next later or later second secondly also after that. ما تقوليش واش نحفظ كل شيء، خذ اللي بغيتي. لا لا انديشن ما كايناش هنا، ما كايناش انديشن هنايا، هادو فقط روابط عندها علاقه بالقصه. هادو روابط كتمشي على حساب الزمن، هادو روابط ديال تسلسل الزمن، ما تخلطوش. هادو روابط ديال تسلسل الزمن، روابط الزمن ماشي الروابط اللي شفنا الاخرين ديال انديشن مورفر. هادوك كيتسموا لينكين ووردز اون جينيرال، هادو ديال الزمن كنخدموا بهم في الزمن. ممكن ديري انديشن ولكن حنا كنهضروا على الزمن، اوكي؟ يعني تسلسل القصه ديالي. مزيان مزيان. عندنا سادلي تنقولوا اون فرونسي سودان اللي هي فجأة. فجأة سادلي فجأة. سابهم فهم مزيان. انا عاود لكم هادشي باش ندوز. قلنا ملي كنهضروا على العرض ديالي ممكن نحتاج انا نيكست باش انني نهضر على شي حاجه اللي غتجي من بعد. ممكن نستخدم هاد ليتر. هادو فقط روابط تحتاجوها مثلا نهار تبغيو تكتبوا القصه، وهاد الروابط راه مهمه كما قلت لكم في اي رايتين في اي رايتين. اذا اخويا علاش انا ما نضربش هادو عصفورين بحجر؟ خليو دابا التفاعل مع بعضياتكم وتفاعلوا معايا انا، الله يجزيكم بخير. سكند يعني ثانيا، او لا سكند بحال بحال. also ايضا after that بعد ذلك، وعندك سادلي هو فجأة. فجأة يعني حتى في القصة كنخدموا بهادو اللي هما كيتسموا يعني كنقولوا unexpectedly، يعني بطريقة اللي هي فجائية. ندوز باش ندوزو للاند يعني finally for example باش نساليو. واش مفهوم؟ ندوز. ندوز. وانت اخت امل واش ندوز؟ sadly I could not find the blackboard. اوكي عندنا هنا النهاية، ماشي النهاية ديال اللايف،
النهايه ديال القصه زعما اللايف مازال ماشي النهايه ديال اللايف. اوكي تحياتي مريم تحياتي. اوكي جود. النهايه ديال القصه غتقدري تقولي مثلا فاينلي فاينلي اخيرا. فاينلي هي اخيرا اخيرا فاينلي اخيرا. تقدري تقولي مزيان ات لاست ات لاست في النهايه او لا في الختام. سي بون مزيان. تقدري تقولي to for example sum up to sum up لنو لا خيصة. صافي بركة. تقدري ديري in brief كاينين بزاف بارك عليكم غير هادو كاينين بزاف بارك عليكم غير هادو. شوف في نهايه القصه كتقدر تستخدم فاينلي اخيرا ات لاست في الختام تو سام اب لنلخص ان بريف بالمختصر. اوكي ونقدروا نقولوا فور اكزامبل بلا ما نزيدوا هادوك. اخت كريمه برافو. الاخ احمد برافو عليك. دي اند از ريزالت كلكم راكم شوف واري خصكم تديو البكالوريا. اذا دابا الا فهمتوا هادشي هذا قولوا لي اه ان دي اند. الله يعطيك الصحه ان دي اند. هذه مزيانه هذه اللي قال لنا الاخ ان دي اند. هذه غنكتبها في النهايه. وشويه واضح الخط باينه. برافو عليك يا مريم. واضح هادشي. دونك النهايه ديالنا نقدروا نديروا فاينلي ات لاست تو سام اب ان بريف ان دي اند. اختاروا اللي عجبكم من هادو عندكم تاخذوا كلشي. عقلتي على فاينلي كتب فاينلي. عقلتي على ات لاست كتب ات لاست. عجباتك تو سام اب كتب تو سام اب. عجباتك ان بريف كتب ان بريف. عجباتك ان دي اند كتب ان دي اند. واحد الفكره خاصكم تعرفوها وتدخلوها للدماغ ان هاد النهايه هادي هادو ديال النهايه هادشي هذا كيخدم في اي رايتين بغيت تنهي به. اذا هاد العبارات مهمه في اي رايتين بالنسبه ديال النهايه. هاد العبارات مهمه في اي رايتين كتبتي به النهايه ديالك. يعني فاينلي غنحتاجها في قصه نحتاجها في لاتخ نحتاجها مثلا في مراجعه كتاب في فيلم تفرجت له في ارتيكل في ريبورت تقرير. هاد اتلاس حتى هي تو سام اب ان بريف. اذا هادو راه عصفورين بحجر. انا دابا هادشي هذا خصني نضرب له حافظه ديال النهايه حيت بطبيعه الحال النهايه والبدايه هذه كنحتاجها في اي حاجه عندها كتهضر على شي حاجه اللي كتغاكونتي شي حاجه فاتت. اذا انا هاد الامور مرحبا اختي مريم هاد الامور هادو لاله مريم مرحبا هاد الامور هادو خصني نعقل عليهم هادو. اذا انا بارك عليا هنا غادي نعاود لكم فقط مراجعه لهادو باش نسالي هاد الشيء اللي كنشرح دابا. اذا شفنا والاخوان اللي عنده الويفي يرجع شويه لاشين ديالي. والاخوان بطبيعه الحال اللي عندهم اللي راه كيشوفوني دابا في اليوتيوب كنقول لهم مرحبا بكم. قلنا في البدايه كنشوفوا يا اما فيرست يا اما ان ذا بيجينين يا اما وانس ابون ا تايم يا اما وان مورنين وان داي. المهم وان 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 وان. بالنسبه لنا فاش كنهضروا على الميدل اللي هو العرض ممكن نخدمو بنكست ليتر سكند اور سكندلي نخدمو بالسو افتر ذات ولا سادلي. ملي كنبغيو نديرو النهايه ديالنا كنخدمو باند ولا فاينلي. المهم ات دي اند فاينلي ات لاست تو سام اب ان بريف ان دي اند باش ديرو النهايه ديالكم. الا فهمتوا هادشي قولوا لي اه. هنا قبيله هضرنا على القصه ديالنا
قلنا القصة ديالنا كنسولو شنو وقع، وكنسولو فين وقع، وكنسولو وقتاش وقع. اسمحوا لي نعاود نرجع هذه هنا، ما غاديش تبان لكم مزيان. هذيك ورقة كنت قبيلة انا كاتبها، هذه غتبان لكم مزيان، هذه احسن، هذه احسن. اذا قلنا وات هابند يعني ماذا وقع، وير هابند اين وقع، وين هابند متى وقع، وقلنا اما غير السبوره. والاخوات شو دابا نتوما غير حصه انا درتها بحال هكا وقلتوا لي غيرت السبوره، دابا نساو السبوره، ساو السبوره. الله يرحم لكم الوالدين، سوري كنعتذر، التليفون كان غيطيح، صحوا لي بزاف الا كانوا كنتو كتفرجوا دابا ولقيتوا هذا الموفمنت هذه، كنعتذر لكم، التليفون غير موقفو. هذه حاله خاصه، انا ما كاينش في الدار، درت لكم هذا اللايف، والانسان كيشوف يعني الكتابه ديالو، كيشوف على الاقل شي حاجه مكتوبه، يعني نصبروا الله يرحم والدينا، ما كاينش اشكال. راه مازال غادي نغير اصلا حتى السبوره، ما غاديش تبقى هي ان شاء الله، غيكون واحد الشكل. المهم خليو داكشي شنو غادي نخليو داكشي يعني تنشوفوا، غادي تبان كلشي غتعرفوه. اذا هاد الامور هادو نعقلوا عليه. من بعد شنو كنا شفنا؟ كنا قلنا بان، اسمحوا لي نشوف فين هي الورقه، قلنا اوكي، قلنا القصه ديالي كنهضر على الزمان والمكان، وكنهضر على الصراع اللي هو صراع، كنا الصراع اللي هو انترنال داخلي، وكاين الصراع اللي هو خارجي. بالنسبه للانترنال كنهضروا على شخص ضد ذات، وفي الخارجي كنهضروا على شخص ضد طبيعه، شخص ضد شخص، او لا شخص ضد، برافو عليك، ضد المجتمع. والله سعد الرزاق الا ضربوني بعين، حق الله العظيم الا ضربوني بعين، والله الا ضربوني بعين تبغيت نطيح التليفون. ديما هذا هو اللي كيعطي نوطات، هذيك المره ضحكني النيت، جو بونس هو اللي ضحكني النيت، قال لك ضربته بعين غنصدقوا لها سبوره، غنصدقوا لها سبوره على التليفون. راه هو اللي ديك المره هضر على واحد الكلمه كنعقب عليها ملي كنت انا قلتها وضحك، نسيت الا باقي عقلها يكتبها لي في كومنتير، ولا نسيت واحد الكلمه كنت قلتها وعاود هو مر مني وضحكني ديك الساعات في واحد اللايف، نسيت شنو كنا هضرنا، والله الا نسيت. والله الا تقويصه. اوكي يدي لا حول ولا قوة. وعلى الكلمة خليني نشرب شريبة ونكمل. مرحبا اختي خديجة، مرحبا خديجة واسيف، فهمت انا غير دويت وصافي. اوكي دابا الى بغيتو واش فهمتوا هادشي، حيت انا ساليت دابا، درنا شنو وقع، فين وقع، كيفاش وقع، مكونات القصه، هضرنا على الشخصيات، الوضعيه، هضرنا على البدايه شنو نديرو، هضرنا على العرض، هضرنا على الخاتمه. الا فهمتوا هادشي قولوا لي مفهوم، واش بغيتو نكتب قدامكم واحد القصه صغيره قولوا لي اه او لا. يلا زمطوني نكتب شي قصه قدامكم، نتخيلوا شي قصه. نكتب لكم شي قصه قولوا لي اه، واخا نطولوا اللايف. بغيتو انني نعطيكم الرابط ديجا ديال واحد الفيديو راه عندي في القناه شرح فيه هذا الشيء هذا ديال القصه، راه كاين في القناه ديالي هنايا في القناه اللي كنتو كتعاودوا اللايف، ها هي هذيك. بيتاس هي هذه. بيتاس الله يحفظك مريم، شكرا على يخطيك. هي هذيك ام بيتاس. اوكي نكتب لكم قصه، اه مرحبا، نكتب قصه قدامكم، نكتب شي قصه. يلا واخا نطولوا اللايف، بسم الله. انا نكتب قصه قدامكم، يلا يلا شوفوا معايا مزيان، يلا واخا. اوكي انا نكتب قصه. يلا شوفوا معايا مزيان واخا. يلا شوفوا، يلا اسمع، غادي نقولوا سيدي وانت عندكم تضحكوا ليا، عندكم تضحكوا ليا، غندير لكم قصه غدا دابا غادي نتخيلها، غادي نكتب قصه عندكم تضحكوا ليا. اسيدي كانوا عندنا خمسه ديال البقرات، خمسه ديال البقرات في واحد الوقت، كانوا خمسه ديال البقرات. شوفوا معايا مزيان،
فواحد الوقت كانوا 5 د البقرات. اذا هنا غادي نجي غادي نكتب once upon a time واخا مرحبا ماشي مشكل نعطيكم امتحان مصغر غير تبعوا معايا مزيان. once upon a time اوكي انا كنكتب دابا من دماغي غير قبلوا عليا راه ما نشوفوا شنو الابداع نديروا شي قصه مزعلكه. once upon a time there were five goats. أو نديرو for example here واخا نديرو مثلا for example goats. اوكي سمحوا لي نبداو مال اوكي ندير لكم وحده بهذا باش تشوفوا مزيان باش تشوفوا مزيان صافي هذا باش تشوفوا مزيان نكتب هذا. اذا غنديرو once upon a time once upon a time there were there were five little goats for example five goats lived انا اشرح لكم ها lived in a little forest نديرو نقطه they انا اشرح لكم في الاخر واخا قولوا لي واخا انا اشرح لكم في الاخر they ate fresh grass they ate fresh grass انا اشرح لكم في الاخر دابا تبعوا معايا ما نقدرش دابا نبقى نكتب ونشرح in a large in a large grain in a large grain ما يمكنش نكتب قلم جاف غير بما الله يجزيك بخير in a large grain meadow meadow نقطة They were kind friends. أنا أشرح لكم شنو كتبت هنايا. Once upon a time, في وقت مضى أو لا في وقت ما, there were هذا الباس ديال verb to be. Five goats. كانوا خمسة ديال الماعز او لا جديان اللي بغيتي تسميهم سميهم ماعز جديان اللي عجبك ليفد هذا الباست ان ا ليتل فورست كيسكنون في غابه صغيره دي ايت هذا الباست ديال ايت فريش غراس اسمحوا لي درت واحد فوت صغير اوكي فورست قلنا هذه صافي هذيك دونك هذه ما كاينش عندكم والو هذه ما فيها والو دي ايت فريش غراس هنا ما كاين والو يعني كياكلوا عشب برافو عليك فريش يعني كنقولوا فور اكزامبل خصب ان ا لارج جرين ميدو في واحد المرج كنقولوا المرج هو المكان اللي كيكون فيه يعني شنو نسميو العشب يعني مكان معشوشب يعني فيه العشب بزاف كيتسمى الميدو هو المرج او المرج اوكي they were kind friends كانوا ديزامي زوينين يعني نايس زوينين بيناتهم اذا القصه بدات هنا انا مازلت ما كملت باقي ما كملت. Once upon a time there were five goats lived in a little forest. They ate fresh grass in a large grain meadow.
الحقل هو هذاك المرجع والحقل اللي بغيتي. They were kind friends يعني كانوا لي زامي ظريفين. دونك ما شنو وقع؟ قرروا they decided to do everything together. قرروا باش يديروا كل شيء مجموعين. They decided to do everything together. سمحوا لي ما كنظمش الخط لاني كنكتب هكذا بهذا باش يبان لكم شويه الكتابه. واش مزيان هكا؟ ما كاينش مشكل. Together مزيان. So the lions يعني سبوعه couldn't the lions couldn't attack them. Attack them for food. واش متبعين معايا الدراري؟ انا نعاود لكم. They decided to do everything together so the lions couldn't attack them for food. زيدوا. واش مزيان؟ مزيان. زيدوا. Every day the five goats fought and واش معايا؟ مزيان. And each one started to eat grass in انا نشرح لكم غتبعوا معايا. In different place. The lions انا قريب نسالي decided to seize the opportunity واخا ما تفهموش غير تبعوا معايا مزيان نتوما اللي بغيتوني نكتب. And killed راه كاين اصدقاء خرجوا كاع من اللايف جاهم هادشي صعيب ولا عيا وخرجوا. And killed one by one وهذا هو الاشكال ديال ان الانسان كيستسلم. الاصدقاء اللي خرجونا بانوا لي استسلموا والله اللي خرج من اللايف استسلم. اوكي غنعاود لكم يلا نعاود لكم من الاول شو معايا مزيان. Once upon a time اذا انا كتبت once upon a time انا درت هذه العباره هي once upon a time في وقت ما. There were five goats كانوا خمسه ديال الغوتس اللي هما تقدر تقول مثلا ماعز او لاش ديال اللي بغيتي. Lived هذا الباست in a little forest في واحد الغابه صغيره. They ate هذا الباست they ate fresh grass يعني واحد العشب اللي هو طري. In a large green meadow في واحد الحقل ولا مرج اللي هو كبير واخضر. They were kind friends يعني كانوا لطفاء وزوينين. مزيان نزيدو شنو وقع من بعد. They decided قرروا هذا الباس ديال decide to do باش يديروا everything كل حاجة together مجموعين. مزيان so the lions يعني lions هما سبوع الأسد. Couldn't attack them for food يعني ما يمكنش ليهم يأتاكيوهم بالنسبة الفود. مزيان انا شويه كنكتب هكذا قصص باللغه العربيه. مزيان اش غيوقع من بعد؟ من بعد سيدي every day كل يوم the five goats
fought هذا الباس ديال fight عفوا تقاتلوا اوكي fight fought and each one started وكل واحد بدا to eat grass in different place يعني دابزوا بيناتهم وكل واحد فادوك بدا كياكل بوحدو the lions decided يعني السبوع قرروا to seize يعني باش يغتنموا هذه باش يغتنموا ينتهزوا in seize هي تنتهز انتهاز تنتهز seize the opportunity الفرصة and killed one by one وقتلوا واحد بواحد اذا لسولتكم هنايا وقلت لكم شكون هما هنا الشخصيات اذا هنا غادي نشوفوا هنا غادي نشوفوا ما هي الشخصيات الشخصيات هنا عبارة عن حيوانات اوكي البطل هنا عندنا الماعز وشكون هو الشرير الشرير برافو عليك الاسد او الاسود مزيان مزيان اذا بالنسبه لنا هنا الشخصيات شنو هو المكان المكان هو الغابه وشنو هو الزمان الزمان في وقت ما يعني الماضي مزيان مزيان وشنو هو الصراع صراع الصراع بين حيوان وحيوان اذا نوعية الصراع شنو هو صراع خارجي بقاتنا حاجه وحده تيما اوكي ملي كنقولوا التيما يعني الثيم شنو هي التيما ديال الموضوع اوكي برافو عليك التيما ديال الموضوع مورال يعني هنا كنهضروا على تيما هي القوه تغلب الكثره ها انا دابا درت لكم اسيدي هاد الشيء تحقق لنا اذا ما هي الشخصيات عباره عن حيوانات البطل هما الماعز الشرير الاسود المكان الغابه الزمن في وقت ما الماضي الصراع الصراع بين حيوان وحيوان صراع خارجي بالنسبه لنا شنو هي التيما تيم هو مورال اذا القوه تغلب الكثره اذا هذه القصه هذه قصه اللي هي مورال يعني درس يستفاد منه سالينا والمغزى ان القوي يغلب الضعيف اوكي وحتى كنقولوا يونيتي از سترينث لا بالنسبه للقوه هنا راه يونيتي از سترينث يعني الوحده هي القوه يونيتي از سترينث علاش كون بقاو الاسود مجموعين عفوا كون بقاو الماعز مجموعين ما تفرقوش ما كانش الاسود غادي ياكلوهم القوي ياكل الضعيف واش هاد الطريقه اللي كتبنا وهذا الشيء اللي كتبت انا واش تحقق هنا ولا لا يلا قولوا لي واش تحقق هنا ولا ما تحققش ايوا المصحح ملي كيقول لك كتب لي قصه خصك تكتب له هذا الشيء تحطه اذا انت ملي تبغي تكتب قصه خصك ضروري تبقى تحط واحد القضيه اش غدير في الوساخ ديالك في الوساخ ديالك غتكتب مثلا غتكتب هنايا المكان انت فكر في المكان وفكر في الزمان وفكر في الشخصيات وفكر في الصراع حط هذا الشيء في الوساخ عاد كتب والشخصيات كتب اللي بغيتي المكان اللي عجبك الزمان اللي عجبك منين تحط هادشي في الوساخ ديك الساعه كتب اذا الى هنا اصدقائي غنكون ساليت انايا اوكي دونك هنا ساليت اوكي الحصه باي باي See you next time, inshallah. إذا نتمنى هادشي يكون مفهوم الله يجزيكم بخير
وفقط تحاولوا تخدموا هذا الشيء، يعني تديروا له براكتيس تخدموا عليه. وحنا مازال ان شاء الله غادي نعاودوا نشوفوا حوايج اخرين، وانا غادي نحط لكم واحد في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو هذا غنحط لكم واحد فيديو اخر. اذا ملي غندير لكم انا هذا اللايف غندير لكم واحد لوليا حاولوا تشوفوه في القناه ضروري، حيت راني شارح بحال هكا. الا بغيتوا تعاودوا ترجعوا للقناه اللي بغى يرجع، اللي ما بغاش ما كاين حتى شي مشكل. وكنعتذر على هذا اليوم انني خدمت بهذه الطريقه هذه. اذا غادي نشوفوا ان شاء الله المره المقبله، وسمحوا لي وتحياتي لكم اند جود باي. الله يسهل عليكم.